صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا أعز وأحلى مستمعين مستمعين إذاعة نور دبي. أهلا ومرحبا فيكم في برنامجكم المتميز، برنامجكم الإذاعي، برنامجكم الصحي، برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. في البداية حابة أصبح عليكم وأصبح على الجميع اللي موجودين ويانا اليوم في استوديو نور دبي. فمعانا اليوم من التنسيق الأخت نجاة السويدي، ومعانا المخرج المبدع وائل قواسمة، معاكم محدثتكم دكتورة سارة الدلال. وفي بداية هالحلقة نبغى نذكركم بأرقام التواصل. أرقام التواصل على 600551414، وأيضا على أرقام الرسائل النصية 4006. مظلنا أكثر من 11 يوم في رمضان، وفي هذه الأجواء الروحانية وفي هذا الصباح الجميل، حتى لو الأجواء لحد الحين حلوة ومريحة وفيها نوع من الروحانية، فاليوم إن شاء الله بنبتدي وبنحدثكم عن فقرات شيقة وممتعة. وبداية بهذه الفقرات بنبتدي بالخبر المحلي أو العالمي، واللي يتحدث عن أهمية ترطيب الجسم، أو خلنا نقول شرب كمية كفاية من الماء. خلنا نشوف الدراسة هاي الحديثة شو تطرقت لها وشو تقدر ممكن تخبرنا، وممكن من بعد ما ناخذ هالدراسة نكمل حديثنا مع الزملاء في أو زميلتنا اللي بتكون موجودة الاختصاصية التغذية عشان تحدثنا أكثر عن هذه الدراسة. بس خلنا نشوف هذه الدراسة وشو ممكن تخبرنا أكثر. قالت نتائج دراسة حديثة إن شرب كمية كافية من الماء باستمرار لا يدعم وظائف الجسم الأساسية فحسب، وإنما يحد من خطر الإصابة بقصور القلب إلى جانب مشاكل قلبية أخرى. واعتبر قصور القلب شائعا بين من تزيد أعمارهم فوق السن 65 عاما. وبحسب مجلة القلب الأوروبية، أظهرت الدراسة وجود ارتباط بين جفاف الجسم المزمن وبين زيادة خطر الإصابة بتليف القلب وتصلب عضلة القلب لمن تتراوح أعمارهم من بين 44 سنة و 66 عاما، وهي فئة عمرية أقل من تلك التي تزداد بينها أمراض القلب. ويساعد الحفاظ على نسبة الماء أو نسبة ماء جيدة في الجسم على التقليل من نسبة الصوديوم والسكر في الدم. ووجد الباحثون أن مستويات الصوديوم التي تزيد عن 142 مليليتر في الدم خلال منتصف العمر مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بتضخم البطين الأيسر وفشل القلب في وقت لاحق في الحياة، وأن زيادة في هذه النسبة أو نسبة هذا الخطر تصل إلى 39%. وأوصت نتائج الدراسة التي أجريت في المعهد القومي للقلب والرئة والدم بولاية ماريلاند الأمريكية أن النساء، ونحن نحدد هنا النساء، بتناول كمية أو ستة إلى ثمان أكواب من الماء والسوائل يومية، والرجال من ثمانية إلى عشر أكواب يوميا هي المقصودة بالسوائل والعصائر والمشروبات طبعا الخالية من الكافيين، تساعد في حماية وترطيب الجسم. طبعا هذه دراسة مهمة جدا، ودراسة تخبرنا عن الماء هو سر الحياة، والماء لازم يكون من ضمن غذائنا المتكامل اللي سوف بيكون احنا نتطرق على هذا ان شاء الله من بعد الفاصل. بس قبل ما نروح على هالفاصل وناخذ هالخبر او اكثر من الاخبار،
يسعدني أن الأستاذ أسمى الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي معانا صباح هذا اليوم الجميل عشان تخبرنا بآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير الأستاذ أسمى. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صبحت الله بالخير والنور أستاذة أسماء. شو بتقدرين تخبرينا اليوم عن آخر المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي؟ أني في البداية نتكلم عن أحد الأشياء اللي سويناها في رمضان، وتقول التغريدة أو النشر: بدأنا يوم أمس حملتنا رمضانية صحتكم أمانة التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي لدى جميع فئات المجتمع من خلال الورش الصحية والفحوصات المجانية الميدانية، وبدأت الحملة من منطقة ورسان وستستمر في مناطق أخرى من إمارة دبي حتى نهاية شهر رمضان المبارك. هاي تقريبا مجموعة من الأشياء، الحملات الميدانية اللي يسوونها عندنا في الهيئة في ضمن حملتنا الرمضانية اللي هي صحتكم أمانة، فيها فحوصات، فيها محاضرات، فيها ورش تثقيفية لجميع فئات المجتمع. إني عند الشيء الثاني اللي كان أيضا يوم أمس، هيئة الصحة كان عندنا مشاركة أو كان حافلة تبرع بالدم موجودة في القرية العالمية يوم أمس، والحملات مستمرة الميدانية لتبرع بالدم. أيضا نحن ننصح الجميع أن اللي يقدر على تبرع بالدم أنهم يتبرعون، خصوصا في شهر رمضان المبارك يكون جدا مهم، ويكون هناك دائما في بشكل عام في كل رمضان أن يكون هناك حاجة للدم. كيف يقدرون يتبرعون؟ إما من خلال الحافلات اللي تكون موجودة في المناطق العامة، أو من خلال مركز دبي للتبرع بالدم اللي هو أوقات عملهم من يوم الاثنين إلى الخميس. يوم الاثنين الخميس هناك عندهم توقيتين، التوقيت الأول الفترة الصباحية من الساعة 7 الصبح إلى الساعة 2 الظهر، وأيضا يداومون المساء من الساعة 7 المساء 7 ونص إلى 12 ونص الصبح. فخلال شهر رمضان يعمل المركز في شفتين، شفت الصبح وشفت المساء من الاثنين إلى الخميس. بالنسبة ليوم الجمعة المركز يفتح من الساعة 9 الصبح إلى الساعة 1 الظهر، وأيضا يفتح مرة ثانية الساعة 8 المساء إلى الساعة 12 صباحا. هاي أوقات العمل الخاصة بالمركز. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا ناشرينها يوم أمس أيضا كانت موجودة في الأخبار وجميع الصحف، اللي يبغى يعرف التفاصيل يقدر يقرأ الجرائد اليوم: صحة دبي تستخدم تقنية متطورة لعمليات الفشل الكلوي عن طريق القسطرة. تقريبا الخبر اللي كنا حاطينه عن أحد الحالات اللي نحن سويناها، وهي كانت لي مريض عمره 20 سنة كان يعاني من فشل كلوي وبحاجة إلى عملية، بحاجة البدء بعملية غسيل كلى، وتمكن أطباء من قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى راشد من توظيف هذه التقنية لتهيئة المريض لإجراء عملية غسيل الكلى عن طريق القسطرة وبدون عملية جراحية اللي مثل ما يسوونها في العادة. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى من الجميع الصحة والسعادة. شكرا أستاذة أسمة. بس قبل ما نحن نختم معاك هالفقرة، ذكرينا أستاذة أسمة لو سمحتي بالهاندلز اللي موجودة، أو كيف ممكن المستمعين يتواصلون معانا على وسائل التواصل الاجتماعي. قنواتنا هي من في تويتر وإنستغرام DHA_Dubai، بالنسبة للقنوات الثانية هي دبي هيلث أثوريتي، هاي هي حساباتنا. بتمنى يتابعونا، يسوونا فولو ويتابعون اخر اخبارنا، فولو ولايك، وطبعا نحن نتمنى للجميع مشاركتهم وكومنت ايضا. نشكرك جزيل الشكر استاذه اسماء، ونحبذ يعني نحبذ نخلي الجمهور طبعا دائما متواصلين معانا عن طرق قنوات التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا استاذه اسماء الجناحي. نفس ما قالتنا الأستاذة أسماء الجناحي، بتكون هنالك حافلة لتبرع في الدم في موقع القرية العالمية. فللتفاصيل اللي ممكن تتواصلون معاها فيها أو تعرفون أكثر، نتمنى منكم تراجعون أو تتواصلون معنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم بإذن الله. صحة وسعادة. رجعنا لكم مرة ثانية ورجع لكم برنامجكم المتميز، برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه هيئة الصحة بدبي مع التعاون مع إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. حابين أيضا نذكركم بأرقام التواصل، ودائما يسعدنا مشاركاتكم. أرقام التواصل هي 600551414، وعلى الرسائل النصية 4006. قبل الفاصل خذينا خبر واللي تحدث عن أهمية شرب الماء أو السوائل وكيف ممكن تحمينا من أو تحمي خاصة الـ يعني بشكل عام اللي يكونون في متوسط العمر من مشاكل أو تؤدي إلى تصلب عضلة القلب، فمن اللي يشربون كميات مناسبة لشرب الماء وكافية لشرب الماء فهذا يعرضهم إلى أقل المشاكل التي ممكن تؤدي إلى قصور في عضلة القلب. الحين بنتكلم أو بنستضيف عن السيطرة أو خلنا نقول أو عن الفقرة التغذوية اللي معانا واللي بتكون إن شاء الله معانا هاتفيا الأستاذة سهى نوفل اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة في دبي عشان نتكلم عن خلنا نقول مفهوم التسوق الذكي أو السيطرة على ما نتناوله من أطعمة في خلال شهر رمضان، وكيف له علاقة مثلا بالتسوق، وكيف ممكن نحن نشوف أو نستغل هذا الشهر الكريم في أنه يكون التسوق أو التبضع للمنتوجات أو للأطعمة في شهر رمضان تكون بطريقة ذكية. فصباح الخير الأستاذة سهى نوفل اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة في دبي. صباح النور والسرور، أسعد الله صباحك. أسعد الله صباحك أستاذة سهى نوفل. نفس ما شفنا أو نفس يعني شوي تحدثنا قبل الفاصل عن مثلا شرب الماء وإلى آخره، بس الحين نحن بنتحدث عن التسوق والتسوق الذكي من ناحية خلنا نقول التبضع لما نشتري المأكولات أو نشتري البضائع للبيت من خلال الأغذية أو السوبر ماركتات. فبس بشكل عام لو أستاذة نوفل تخبرينا شو يعني، شو معنى كلمة التسوق الذكي؟ طبعا زي ما حضرتك تفضلتي، يعني بالإضافة للمشاكل الصحية الأخرى اللي بتكون أو اللي بنواجهها في رمضان وغير رمضان، عندنا برضه الشغلات التسوق، لأنه أحيانا هاي مصاريف المشتريات بتكون كابوس عند بعض الناس، خاصة اللي ما بينجح كيف يوازن ما بين مشترياته وما بين المصاريف اللي بإيده والدخل اللي عنده، فهاي بدها نوع من الإرشاد واللي دائما بنحاول نوعي الناس فيه. من هاي المنطلق ومن هاي المصطلحات إجا عندي مصطلح التسوق الذكي. التسوق الذكي إني أشتري المواد سواء تغذوية أو غير تغذوية بحسب حاجاتي دون ما أتجاوز حاجتي، دون ما أتجاوز المبلغ اللي أنا راصده في ميزانيتي لهذه المشتريات وأضطر إني أصرف مبالغ ثانية أخرى إضافية، ودون ما أمشي بدون تخطيط. يعني لازم يكون عندي تخطيط مسبق وأتبع خطوات وقواعد ذكية في التسوق. لو أنا عملت كل هذه الأمور، عملت الطرق الصحيحة للتسوق، فأنا بحصل على مواد غذائية من مصادر موثوقة، برتب ميزانيتي، برتب أموري، وبالتالي بتعزز ثقة المستهلك في المكان، وحتى في نفسه لما بده يروح بده يشتري ويتسوق وهو ضامن إنه هو رح يكون ماشي ضمن الخطة اللي هو راسمها إله. وطبعا زي ما حكينا التسوق ولا يعني خاصة موضوع الأغذية، مش فقط إني أشتري المادة وأحطها، لا، أنت عندك لسه نقلها تخزينها في البيت، فأنت إذا ما اتبعت طريقة صحيحة وقواعد صحيحة من بداية عملية الشراء راح تتأثر بعدين عندك المادة الغذائية في النهاية.
جميل أستاذة نوفل. فهي خلينا نقول بروسس كاملة أو خطوات بالضبط. معينة لازم نقوم فيها لما نتكلم عن التسوق الذكي. لو ممكن تخبرينا شو الخطوات بطريقة مبسطة، مثلا كفكرة نحن خذينا الفكرة، بس يعني لما نطبقها شوي صعب، لأني أنا بقول لك خليني أعطيك شيء. يعني أنا يكون عندي مثلا قائمة معينة لما أروح السوبر ماركت، بس أطلع بأشياء زيادة، وأتوقع قائمة أخرى، هذا هي أتوقع المسألة الجميع يمكن يشاركني. هي مسألة سيطرة، كمان نوع من السيطرة. في الأول شوي بتتعب بس بتتعودي بعدين. زي ما تفضلتي، أول خطوة اللي أنت حكيتيها أن يكون عندي أنا قائمة، أنا ما أروح أتسوق في بطريقة عشوائية ولا بطريقة غير منظمة، أو أعتمد والله على ذاكرتي أنا اليوم ناقصني رز معكرونة خضار. لا، طب إيش بالتحديد أنا بدي؟ مش اعتمد على ذاكرتي لما اوصل هناك. وكثير بتصير بتوصلي للسوبر ماركت او المكان ما بدك تتسوقي، في اشياء كنت حاطاها في بالك بتنسي تجيبيها لانك انشغلتي في اشياء ثانيه. احنا ممكن الواحد يجيب بعض الاشياء اللي مو مكتوبه في القائمه، لكن برضه ضمن احتياجاتي وضمن المكان اللي بعدين بدي اخزنها فيه. اذا زي ما حكينا في الاول، لازم اكون انا عندي قائمه وما اروح اعتمد على العشوائيه وذاكرتي، لانه هذا بيخليك تشتري اشياء مش ذات أهمية وأنسى الأشياء اللي ذات أهمية. بعدين الشغلة الضرورية الثانية كمان، أشتري ضمن الميزانية زي ما حكينا، ضمن الميزانية بتاعتي، وأشتري من مكان موثوق، مش وين ما أشوف أي مكان أروح أشتري. لا، لازم يكون عندي مصدر موثوق ومعتمد يراعي فيه كمالة الأغذية كاملة. يعني هذا المصدر يكون عنده درجات الحرارة اللازمة للبرودة، اللازمة لحفظ بعض المنتجات الثانية، سواء التجميد، التبريد، طريقة الحفظ، النظافة بشكل عام، لأنه هذا بالتالي كله بيعتمد بينعكس بعدين على المنتج اللي أنا راح أشتريه. برضه مهم جدا يكون عندي، أتجنب الانسياق والانجراف وراء العروض. ليه؟ إحنا صح بدنا نشتري عروض عشان أحافظ على الميزانية، صح ولا صعبة لا؟ جدا هذه يعني. لكن شو اللي بيصير مع أغلب الناس؟ اغلب الناس بتشوف هذا المنتج عليه عروض، احيانا انت ما بتكوني بحاجته. طب انت هلا، طب انت حتيجي مره ثانيه على السوق، ليش اشتري انا هلا هذا المنتج وانا في الفتره هاي ما بحتاجه؟ اخليه يتخزن عندي وانسى وين خزنته، او يصير اكسبايرد وانا يعني يقرب ينتهي صلاحيته وانا مش منتبه عليه. هاي جدا مهمه. او والله انا شايفه في عروض مثلا على الزيت، شايفه في عروض على الارز، اروح اشتري لي كيسين ثلاث. لا، خذ حاجتك من العروض، خذ من العروض. اول شيء كمان مهم جدا، اقارن سعر العرض. احيانا ترى في شركات واماكن تسوق بتتلاعب، يعني بيكون الفرق بين العرض وعدم العرض يا دوب درهم او ما في فرق. فانا اول شيء بدي اتاكد هل فعلا عليه عرض، اخذ حاجتي منه فقط، ما اخذ كميات عشان اخزنها وبعدين احتياوالي راح المنتج علي بالمره. وبنفس الوقت اللي ما بحاجته ما تاخذي هسه، العروض بتضلها مستمرة وفي كل مكان ترى هالأيام، نعم، مش خلص عرض هو سنوي وبعدين بيروح. أو حتى يعني خلينا، في ناس مثلا نشوف إن لا، أنا خذيت على العرض ممكن أزيد كمية الحاجة اللي عندي عشان ما يعني ايوه، ما وبالتالي يخرب عندي ينعكس في عندي البيت على مثلا. الاستهلاك سواء نعم في المواد او غيرها. بعدين في مراحل التسوق، اراعي اشتري في الاول المواد الجافه، اراعي باخر شيء اشتري المبردات، المثلجات، هاي لان بدي مباشره اروح احفظها واخزنها. ابعد المواد التنظيف والمواد الكيميائيه عن المواد الماكولات. اذا بدي اشتري المعلبات، ما يكون فيها اي طعجه، تكون ما فيها اي صدأ، تاريخها، الصلاحيه، الانتهاء، بلد المنشا، كله يكون بشكل واضح واقراها. نعم هاي أهم الخطوات بشكل عام للتسوق الذكي اللي لازم أنا أحطها في بالي كل ما أدخل سوبر ماركت، سواء سوبر ماركت صغير سواء سوبر ماركت كبير، حتى أتسوق خاصة المواد الغذائية. وصلنا سؤال ما أدري إذا ممكن له علاقة، أو أستاذة نوفل ممكن يعني أنت تخبرينا أكثر عن هذا الموضوع. هل هو مثلا شعور الجوع، خلينا نقول، أو شعور الشخص بالجوع أو العطش يؤثر على كمية الشراء؟ جدا 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 بيأثر. يعني شوفي، جربيها على نفسك. شعور الجوع، شعور العطش، حتى شعور التوتر. في ناس عندها شيء بسموه التسوق العاطفي، يعني او الشراء العاطفي. يعني بتكوني معصبه منرفزه، بتلاقي حالك لا، بتروح على السوق بتشتري بتشتري بتشتري، بعدين بتحس حالك ارتحت. يعني هي هاي حاله نفسيه بعض الناس عندهم اياها. طيب انا بس ارجع على البيت بلاقي هاي الاشياء ما كان لها داعي. انا لما بروح بتسوق وانا جوعانه،
خاصة هلأ في رمضان، نعم بحس حالي بدي أشتري من كل شيء، من كل شيء أنا راح أشتري وأروح وأجهز، أو أشياء جاهزة أشتريها بقول هذا كله بدي أحطه على السفرة اليوم. فإحنا دايما بننصح عدم التسوق سواء في رمضان أو في غير رمضان، وأنت جائع وأنت عطشان أو حتى وأنت شوي متوتر. يعني تجربة مثال، امبارح كانت الدنيا شوي حار، أنا وصلت البيت، في البيت فتحت الثلاجة شفت منظر البطيخ الأحمر بيح نعم مغري، قلت اليوم بصدر منها، بس طلتها وقطعتها حطيتها على السفرة. بس لما أذن يعني سبحان الله التمر المي شوي خلص خفف الاشتياق لهالإشي، فما نعم. بالك هذا في البيت حطيتي إشي زيادة وأنت عارفة هلأ مش رح تتناولي، فما بالك لما تروحي تتسوقي والسوق مفتوح والمشهيات يعني والعروض فيها طبعا، انت حاطين عروض عروض في طبعا. رمضان يعني حدث ولا حرج. نعم، يعني استاذة نوفل، يعني سهى نوفل، احنا نتمنى يعني ناخذ ونعطي اكثر في الموضوع، بس كلمة اخيرة قبل ما نختم حلقة، نختم هذه الفقرة معك استاذة سهى. احنا ان شاء الله دائما موجودين مع جمهورنا، بنحاول دائما نعطيهم الطرق الصحيحة، الطرق الصحية سواء في رمضان او غير رمضان. خلي رمضان يكون البداية، عدم مثلا نعتبر في التسوق عدم الاسراف، تحديد الكميات عشان انا احمي صحتي، الغذاء الصحي. لو انا اخذت هاي العادات كلياتها في شهر الفضيل خليتها نقطة انطلاق، نقطة بداية تكون إلي لما بعد رمضان في التسوق، في العادات الغذائية، في طريقة اختيار الأكل، مش الخضار والسلطة تكون بس في رمضان وبعد رمضان أرجع أنساها، لا. فأنا أكون حريص، كل النصائح، كل الأفكار الجيدة والصحية اللي أنا بطبقها في رمضان تكون استمرار إلي لما بعد رمضان، وتصير عندي عادة مستمرة طوال العام إن شاء الله تعالى. إن شاء الله، ونتجنب نتجنب نتجنب نروح إلى المتاجر الخاصة للتسوق خلال مثلا فترة قمة الجوع عندنا أو العطش. طبعا لازم، ضروري جدا جدا هاي. نشكرك جزيل الشكر الأستاذة سهى نوفل على أنك أعطيتينا هذه المنظور أو الفكرة الكاملة عن التسوق الذكي، ونتمنى لك يوم جميل أستاذة سهى. إلا وإلكم إن شاء الله ولجميع مستمعينا. شكرا جزيلا أستاذة سهى نوفل، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة في دبي. بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم بإذن الله. صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة، برنامجكم الصحي، برنامجكم التي تقدمه هيئة الصحة مع التعاون مع إذاعة نور دبي. رجع لكم مرة أخرى في آخر فقرة لليوم، لحلقة اليوم. نذكركم بأرقام التواصل على 600551414، وعلى أرقام وعلى الرقم على رقم الاس ام اس 4006. قبل الفاصل خذينا كذا فقرة، ومنها الدراسة التي تحدثت عن أهمية شرب الماء وارتباطه بقصور القلب في متوسط العمر، فشرب الماء مهم جدا. وأيضا طرقنا إلى التسوق الذكي وكيف التسوق الذكي ممكن يساعدنا في نهار رمضان أو حتى بعد رمضان في طريقة شرائنا للمنتوجات الغذائية واحتياجاتنا في المنزل من ناحية الغذاء. في آخر فقرة بنتكلم عن صحة المريض أو صحة مريض السرطان بشكل عام، ويختلف أمراض وتختلف أمراض السرطان باختلاف أنواعها ودرجة انتشارها، وأيضا المراحل العلاجية اللي يمر فيها مريض السرطان. فهنالك مضاعفات وعواقب ممكن تكون محتملة في حالة الصيام بخلاف الأيام الأخرى. فقرار الصيام أو عدمه، أو كيف ممكن المريض يتواصل مع طبيبه أو يشوف شو اللي أنسب له، بنكتشف هذا أكثر. ويسعدنا تواصلنا عن طريق الهاتف مع الدكتورة داليا محمود، أخصائي أول بقسم الأمراض بمستشفى دبي، عشان نتحدث بأكثر عن الصيام
ومرض السرطان ومرضى السرطان. صباح الخير أستاذة أو دكتورة داليا محمود. صباح الخير، كل سنة طيبين ورمضان كريم على الكل. وانت بصحة وسعادة. دكتورة داليا أخصائي أول بقسم الأمراض بقسم الأورام بمستشفى دبي. طبعا نحن بدينا نتكلم أن في أنواع مختلفة للسرطانات وفي مراحل علاجية مختلفة اللي ممكن المريض يمر فيها في خلال رحلته من التشافي أو في خلال تلقيه لعلاج مرض السرطان. فنحن لو شوي نشوف كيف ممكن أهمية استشارة الطبيب قبل الصيام لتفادي أي مضاعفات محتملة ممكن تكون عند مرضى السرطان. شكرا جزيلا، ونتمنى الصحة والعافية لكل المستمعين وللجميع، ورمضان كريم على الكل. طبعا ده موضوع مهم جدا، موضوع الصيام والعلاج بصفة عامة وبالأخص لمرضى السرطان. احنا عارفين طبعا ان مرض السرطان ده مرض يعتبر من الأمراض المزمنة اللي بتنتج عن تضاعف أو تكاثر خلية معينة فقدت السيطرة من الجسم، فبتكون كتلة وبتختلف على حسب مكان الورم فين أو المنشأ منين بالظبط. مهم قوي، وإحنا بنتكلم عن التغذية في شهر رمضان الكريم لمريض السرطان، إن إحنا نفرق بين حاجتين مهمين جداً. أول حاجة، في عندنا نوعين من المرضى، في المريض اللي ربنا شفاه وأخذ العلاج وتم وبيتابع بطريقة منتظمة في عيادات الأورام، ده نوع من المرضى. وفي مريض تاني اللي هو المريض الأكتف بيشنت أو المريض اللي هو لسه تحت العلاج، وده بيكون في الكلام شوية مهم. بالنسبة للمريض أو الفئة الأولى من المرضى اللي هم الحمد لله اتعالجهم وهم بس تحت المتابعة والملاحظة، النوع ده من المرضى مهم إن هم ممكن إن هم يصوموا في شهر رمضان طبعا مع استشارة الطبيب. في بعض المرضى اللي هم بيتابعوا في العيادات الخارجية بيكونوا بياخدوا بعض الأدوية المنتظمة بالفم، اللي هي عبارة عن الحبوب بالفم. ده مهم قوي للنوع ده من المرضى ان احنا يتابع مع الطبيب المباشر ليه ان هو امتى ناخد او ايه افضل وقت ناخد فيه الادوية دي بالنسبة لي بالذات في شهر الصيام. هنتكلم عن المريض اللي هو بياخد حاليا العلاج، اللي هو سواء العلاج الكيماوي او العلاج المناعي او العلاج الإشعاعي. ده بيكون مهم قوي إن احنا ناخد بالنا إن العلاج الأورام السرطانية بصفة عامة بيدخل الجسم وبيكون تأثيره على الورم كمان على الأنسجة الطبيعية. فمهم قوي إن احنا يكون عندنا تغذية وتروية مناسبة للأنسجة الطبيعية علشان تعيد الخلايا نشاطها ويقدر الإنسان إن هو أو المريض إن هو يستحمل العلاج الكيماوي. بصفة عامة مش بننصح إن المريض اللي بياخد علاج كيماوي بالذات إن هو يصوم في شهر رمضان، لأن في الصيام فترة ساعات الصيام ممكن تدخل المريض في حالة من حالات الجفاف ونتيجة نقص المية، ودي حاجة مش مستحبة، لأن زي ما قلت في البداية إن الخلايا وصحة الخلايا وصحة الإنسان وتحمله درجة تحمله للعلاج مهمة جدا لاستمرار العلاج. وربنا سبحانه وتعالى ادانا العذر في القرآن الكريم وقال إن هو المريض ليس عليه حرج، فالمريض اللي هو تحت العلاج له العذر الطبي ان هو ممكن ان هو ما يصومش في شهر رمضان. دي صفه بصفه عامه كده بالنسبه لانواع المرضى وازاي ممكن نتعامل معاهم في شهر رمضان الكريم.
شكرا على الشرح الوافي. بما أننا نحن تحدثنا أن في نوعين من المرضى، أو خلنا نقول المرضى اللي تماثلوا على الشفاء، وفي المرضى اللي حدثينا دكتورتنا عنهم وعن كيفية مثلا اللي يتلقون علاج معين، أنه يفضل أنهم ما يصومون خلال هذا الشهر الفضيل. أما عن المرضى اللي تماثلوا للشفاء، هل في تخوف معين من صيامهم؟ هل في أشياء معينة ممكن يشوف أو ممكن يتبعونها فترة الصيام إذا أمكن الصيام؟ المرضى اللي تمثلوا للشفاء بننصحهم دايما ان احنا في فترة ما بعد الافطار ناخد كمية كفاية من المشروبات، من المياه، من الخضروات والفواكه. يعني حياة صحية، هي بيكونوا زيهم زي اي مريض تاني، لكن بنهتم شوية بالمية، بالعصاير، علشان بيكون جسم المريض ده اتعرض قبل كده لأنواع معينة من الأدوية، من العلاجات، سواء العلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي، فبيكون مهم قوي الشرب المياه والعصاير. بنتكلم بصفة عامة إن هي تكون حياة صحية أو أكل صحي، مهم قوي إن احنا ناخد بالنا منه في المرضى اللي هم تمثلوا للشفاء، ونتمنى الشفاء للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. متى يكون الإفطار دكتورتنا ضرورياً لمريض السرطان؟ سواء كان اللي تماثله للشفاء، أو خلينا نقول يعني بشكل عام، نحن نتكلم عن اللي تماثله للشفاء، أو خلينا نفرض في مرضى أصروا أنهم يصومون. ربنا سبحانه وتعالى ادى للمريض او ادى للانسان ان هو يصوم في شهر رمضان على حسب القدره وعلى حسب المقدره ان هو يصوم، وده بيطبق برضو على مريض الاورام، سواء المريض ده تماثل للشفاء وهو حاليا تحت المتابعه او الملاحظه، او هو بياخد علاج سواء علاج كيماوي او علاج اشعاعي. زي ما قلنا في بعض، سبحان الله، في بعض المرضى بيصروا على ان هم يصوموا اثناء شهر رمضان. ف بنأكد تاني ان العلاج بيبقى في بعض الحالات بيؤدي الى جفاف في انسجة الجسم، فبيبقى يكون مهم ان احنا ناخد بالنا من التروية، من المية، من العصاير، مهم جدا. زي ما قلت، الفرصة ربنا اداها للمريض، اتاح يعني سمح للمريض ان هو يصوم اذا كان صحيا غير قادر على الصيام. فزي ما قلت لك ان يعني هو يجوز ان المريض لو غير قادر على الصيام ان هو يفطر في شهر رمضان، وطبعا مع استشارة الطبيب وأخصائي التغذية. جيد جدا دكتورتنا. مرضى يعني خلى، بما ان في توصيات كثيرة، ان نفس ما انت حدثتينا ان ممكن المريض يدخل في حالة جفاف، وأهمية مراجعة الطبيب والأخصائيين، خاصة أخصائي التغذية، من ناحية الخطة العلاجية للمريض او مريض السرطان. فشو أهمية المتابعة خاصة لمرضى السرطان في شهر رمضان، سواء كان قبل شهر رمضان من ناحية تهيئتهم للصيام، أو في خلال الشهر الكريم؟ سؤال جميل جدا. قبل شهر رمضان طبعا بيجي لنا أسئلة كتير من المرضى اللي هم على العلاج، بيجي لنا أسئلة كتير جدا. المريض ده بيحب يصوم في شهر رمضان، معظم المرضى اللي هم صحتهم كويسة يعني يقدروا يستحملوا، لأن في بعض المرضى مثلا بتاخد أدوية بالفم، يعني حبوب اللي هي ممكن نتعامل معاها، وأعراضها الجانبية مش قاسية قوي، اللي هو ممكن المريض يستحمل الصيام في شهر رمضان. فطبعا مريض زي ده بننصحه ان احنا اوكي انت ممكن تاخد، بننصحه ازاي يقدر ياخد الادويه بتاعته، توقيتها بالنسبه للصيام والافطار، وبننصحه طبعا ان شرب الميه مهم جدا 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 في فترات الافطار، بعد الافطار يعني.
هل في كمية محددة دكتورة لشرب الماء، ولا يعني مثلا ممكن خاصة للمرضى اللي يتلقون مثلا علاجات معينة؟ هو الكمية الصحية اللي دايما بننصح بيها المرضى مش أقل من 8 أكواب من المياه، يعني حوالي من 2 لتر ل 2.5 لتر في اليوم. فإذا كان المريض برضه يقدر يستحمل، يعني هي بتعتمد في الأول وفي الآخر على حالة المريض الصحية ونوع الورم كمان اللي موجود عنده والمضاعفات الموجودة، لو يقدر المريض يصوم في الآخر. لكن أقول لحضرتك إن إحنا نقول مثلا 60 أو يمكن 80% من الحالات اللي بياخدوا علاج كيماوي بيكون صعب عليهم إن هم يقدروا يصوموا في شهر رمضان. فبنتكلم معاهم وبنعرفهم إيه المخاطر اللي ممكن تحصل لو حصل الصيام. في بعض المرضى بتصوم أيام وبتفطر أيام الجرعة، يعني في بعض المرضى يوم الجرعة العلاج الكيماوي بعدها بيومين 3 أو 4 أيام بيفطروا وبعد كده بيصوموا، لأن الجرعات العلاج الكيماوي بتختلف. الجرعة ممكن تتاخد كل 3 أسابيع، في جرعات بتتاخد كل شهر، فعلى حسب الجرعة وعلى حسب نوع العلاج الكيماوي وعلى حسب صحة المريض وعلى حسب المضاعفات اللي ممكن تحصل من العلاج أو من المرض، بيتم النقاش بيننا وبين المريض في إمكانية إن هو يصوم أو لأ، وإيه الأعراض اللي ممكن أو إيه المخاطر اللي ممكن تحصل وإزاي نتجنبها. وفي الآخر أهم حاجة للمريض اللي بياخد علاج زي ما قلنا في البداية، إن هو شرب السوائل وبالذات المية في شهر رمضان إذا كان هيقدر يصوم. شكرا دكتورة على التوضيح. وأيضا خلنا نفترض أن نفس ما أنت خبرتينا قبل شوي، أن فلنفترض أن في مرضى معينين يأخذون حبوب عن طريق الفم أو الدواء عن طريق الفم، فطبعا التخطيط أيضا من بعد فترة خلنا نقول الإفطار، كيف ممكن يأخذون الأدوية بطريقة تكون خلنا نقول مناسبة للعلاج. هذا ممكن أن نحن المريض نوصيه أن يتابع تابع طبيبة طبعا قبل فترة الصيام، أو مع الطبيب يمكن يشوفون شو ممكن أو الطريقة الأصح في تلقيه للعلاجات عن طريق الفم. بالظبط، اكيد هي دايما العياده اللي قبل شهر رمضان بتكون دايما زحمه جدا جدا، لان معظم المرضى بيكون عندهم اسئله كتير، ازاي هاخد الدواء. طب المريض اللي بياخد مثلا العلاج مرتين في اليوم ده بيكون سهل شويه الموضوع، لكن في بعض المرضى بيحتاجوا ياخدوا الادويه 3 مرات في اليوم، فالمريض ده بنعمل له زي ادجستمنت او بنعمل له تغيير لنوع معين من الجرعه، ان احنا نقدر اذا كان المريض يقدر يصوم. فبيكون مهم قوي طبعا ان هو يكون على تواصل مع الطبيب الخاص بيه على اساس يتفقوا ازاي هيقدر يصوم وامتى ياخد العلاج بالنسبه لفترات الصيام والافطار. جميل. دكتورة شو ممكن تكون الأعراض اللي ممكن خلينا نقول مريض السرطان خلال فترة الصيام تصيبه ولازم يفطر يعني على طول أو يكسر الصيام؟ هل في أعراض معينة أو خلينا نقول أشياء ممكن ينتبه لها أن ما يجوز أنه يكمل فترة صيامه؟ هو أهم حاجة بتحصل أو أخطر حاجة ممكن تحصل للمريض الأورام أثناء فترة الصيام إن يحصل جفاف، يحصل تأثير على الأملاح الموجودة في الدم. فدي دي أهم دي 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 الحاجة الوحيدة أو أهم حاجة أو بتبقى زي أخطر حاجة ممكن تحصل للمريض. هو هيحس بيها إن هو ممكن بتتفاوت على حسب درجة الجفاف الموجودة، درجة اضطراب الأملاح الموجودة في الدم أو المعادن الموجودة في الدم. فبتختلف من إرهاق، إحساس بالإرهاق، ممكن يحس إن هو إرهاق مش قادر مثلا يعمل الأنشطة الطبيعية اللي هو متعود يعملها في اليوم، مثلا هو بيقوم يصلي لوحده، يتوضأ، بيعمل عمل بسيط أو بيعمل أكتيفيتي بسيطة كل يوم أثناء الصيام، مش هيكون بيقدر يعملها. وبتختلف درجات الـ الأعراض الجانبية على حسب الحدة. ففي بعض الناس في مثلا هنقول مع اضطراب الأملاح الموجودة في الدم ممكن يحس إن هو مش الوعي مش مظبوط، ممكن المريض يبتدي يحس
ان هو لا مش بتركيز التركيز المناسبه اللي هو ممكن زي في الحاله الطبيعيه او في حاله اللي هو من غير صيام. فزي ما بقول لك هي بتكون بتفرق طبعا من مريض لمريض وعلى حسب نوع الادويه اللي هو بياخدها. ومهم جدا استشاره الطبيب والنقاش مع الطبيب بخصوص اذا كان في امكانيه الصيام او لا. شكرا دكتورة على التوضيح. نصيحة عامة توجهينها لمرضى السرطان في خلال هذا الشهر الكريم؟ التغذية الصحية والإكثار من شرب المياه والسوائل، الخضروات والفواكه مهمة جدا، والتحدث للطبيب لو في أي حاجة سواء هو عايز يصوم أو مش هيقدر يصوم اتكلم مع الطبيب بتاعك. وألف سلامة على الجميع ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبة دكتورتنا داليا محمود، كان لنا الشرف انك تكونين معانا اليوم هاتفيا. الدكتورة داليا محمود اخصائي اول بقسم الاورام في مستشفى دبي، عشان تحدثينا وتحدثين المستمعين عن كيفية متابعة او شو الاشياء اللي ممكن مرضى السرطان يتبعونها في خلال هذا الشهر الكريم. نشكرك جزيل الشكر الدكتورة داليا محمود. شكرا جزيلا ونتمنى الصحة للجميع إن شاء الله ويوم سعيد بإذن الله. دكتورة داليا خبرتنا عن أهمية شرب الماء. نحن اليوم يمكن الحلقة تدور محورها على أهمية شرب الماء وكمية الماء، وخاصة في شهر الصيام أو شهر رمضان. يمكن فترة الصيام ممكن يعني بعد فترة الصيام ما نشرب الماء في الفترة الصباحية، هذه كمية استهلاكنا للماء تكون طبعا مو موجودة. فنحن نوصي والأطباء يوصون، وأيضا الدراسة اللي تحدثناها في أول الفقرة أول فقرة عن الدراسة اللي تحدثتها عن الكمية الكافية من الماء، وكيف باستمرار طبعا أنه يدعم وظائف الجسم الأساسية، وأيضا يحد من خطر الإصابة بقصور القلب وإلى مشاكل القلب أخرى أيضا. فهي جدا مهمة أن شرب الماء وشرب كمية كافية من الماء أكثر من ثمن أو المتوسط ثمن أكواب في اليوم إلى 10 أكواب تكون الكمية المحددة. وطبعا أهم شيء شو ما كنا لازم نتبع النصائح الطبية ونراجع الأطباء والأخصائيين من ناحية التغذية السليمة والحياة السليمة، وكيف ممكن نحن يكون عندنا تغذية سليمة متكاملة. وتطرقنا أيضا للتسوق الذكي. وقبل ما نختم حلقتنا اليوم معاكم، نحب نقول لكم نصيحة اللي خبرتنا فيها الأستاذة سهى نوفل. نحاول نتجنب أكثر ما نقدر أن نقع في فخ العروض، ونحن نشتري أشياء أكثر مما نحن نحتاجها ونتبع خطوات التسوق الذكي، ونحاول قد ما نقدر إن ما نروح نقوم بعملية تسوق أو شراء للمنتوجات الغذائية ونحن نشعر بالجوع أو بالعطش. في نهاية هذه الحلقة حاب أشكر الجميع المستمعين اللي سمعونا، وعلى جميع مشاركاتكم معانا اللي كانت عن طريق الرسائل النصية. وأيضا أشكر الإعداد والتنسيق من هيئة الصحة ودبي، وأشكر اللي كانت معانا اليوم في التسييق الأستاذة نجاة السويدي، وأيضا أشكر مخرجنا المبدع وائل القواسمة. وكانت معاكم محدثتكم دكتورة سارة الدلال، ونراكم أو تسمعونا إن شاء الله بألف صحة وسعادة. صحة وسعادة.